قطعة صغيرة ممكن إنها تنقذ حياة إنسان، الأورال إيروي. طبعا مسألة أساسية، كيف أنا أحط الإيروي؟ بهمني جدا شغلتين، المريض يكون أنكونشس يعني مش صاحي، لأنه إذا كان المريض صاحي وأنا بحط له الأورال إيروي راح يصير عنده يعني أنت تعمل له ستيميليشن يصير عنده فوميتنج. فمهم جدا إنه أنا إذا بدي أستخدم الأورال إيروي أتأكد إنه مريضي مش صاحي فاقد للوعي. الشغلة الثانية بدي أتأكد إنه الحجم اللي أنا بستخدمه حجم مناسب لهذا المريض ويتم قياسه قبل ما أدخله إذا توفر ذلك. طبعا ممكن استخدامه كمان للمرضى اللي بيكون عندهم انتريكل تيوب بحيث المريض ما يعمل يعض على الانتريكل تيوب. خلينا نشوف كيف بدنا نختار الحجم المناسب للمريض. طبعا إذا كان الأورال إيروي صغير جدا ممكن يدفع لي اللسان ويسكر مجرى الهواء، وإذا كان كبير كثير ممكن يوقف في الأوروفارينجل ويسكر لي. كيف بتم اختيار الحجم الصحيح؟ الحجم المناسب اللي هو بيكون طوله مثل الطول بين فم المريض إلى شحمة الأذن، أو من فم المريض للأنجل أوف ذا جو اللي هو اللي عند عضلة الصدغ. الآن كيف بتم إدخال هذا الأورال إيروي؟ في طريقتين طبعا. الطريقة الأولى باستخدام الخشبة تبعت التانج ديبرسر، بضغط على اللسان وبدخله بنفس الدايركشن نفس الاتجاه. وممكن بالطريقة اللي هي يعني أنا صراحة هاي اللي تعودنا عليها، إنه تحط الأورال إيروي بعكس الاتجاه اللي راح يستقر فيه. عندما توصل عند البوستيرور وول للفارينكس تقلبه 180 درجة، تقلبه بالعكس للوضع اللي هو راح يستقر عليه. طبعا تأكد دائما إنه هاي الحلقة البلاستيكية موجودة برا. أتمنى كان هذا الفيديو لطيف بالنسبة لكم ومفيد، ويعطيكم العافية.